المصلحة هي اللي بتجمعها. أنا راضي ذمتك. في عروسة محترمة تسيب عريسها في الصباحية وتروح مشوار؟ طب وافرض بقى إن العروسة دي عندها مصلحة. بنجري وراها من غير ما نحسب لها. بسرعة! عشان علمونا إن ريسك أكبر يعني مكسب أكبر. دي طلعة كبيرة، سريعة وسخنة ما يستناش حد. إعدام يا طارق إن شاء الله. عاملة زي نقطة بعيدة بتلمع وبتشدك ليها. نلعب اللعبة نبقى جوه اللعبة لأ. بس خلي بالك مش كل حاجة بتلمع تبقى دهب. ولع! عايزة إيه؟ هتبوسك.